حملكم الوالدين. انا 7 سنين وانا نعانيمه، 7 سنين وانا كنخدم، وانا اللي الدواء، انا اي حاجه، ولا بني الحال بزاف عليا 7 سنين. من كيتعصب تقول نطلب الموت، نموت وما نبقاش في ديك الحال اللي يدير لي. وانا كنطلب من الله تعاونوني عليه، انا كنطلب غير تصلح، غير يتصلح ويدير. كنطلب حتى شي حاجه غير يتصلح لي على الولد وينعس باش يتبع الدواء ديالو. كنشري الدواء كيشربو في مره الدواء، كي ما عنديش اللي معاون. شوف كملي، شنو يعني المعاناه اللي كتعاني معاه؟ يعني سنين وانا معاه 7 سنين. شنو شي وقع من بعد فاش كيولد؟ ها؟ يعني هاد المعاناه واش كدير للسبيطار؟ كنديه للسبيطار، كنديه ومبغاش يشدوه لينعس، انا بغيت غير ينعس يتعالج. هادشي علاش؟ انا باغياه غير يشدوه وينعسوه غير يتعالج. هادشي اللي كنطلب منكم، الله يرحم لكم الوالدين. يعني هاد المرض اللي كيعاني من الابن ديالك، يعني شنو كيدير؟ يعني بغينا نعرفوا واش كيطلبوا بالسنسله ولا كيضرب بالسنسله، ولا طلع كيهرس ليا كيدقدق ليا وفي الرجلين، رجلي كربط له السنسله برجلين، وعاي ولاد الجيران كيجيو يعاونوني عليه، ولا تطلب عرفتي، واخا يقدر يقتلني وما يوعاش. هاد اليد مهرسه ليا زعما بزاف عليا انا وباه. باه راجل كبير وعانى مني ليه بزاف عليا، زعما تمحنت وتعذبت معاه 7 سنين، ماشي ساهله. يعني ملي كديك لاري ولا كتمشيو باش ديو للسبيطار شنو تيديروا لك؟ وصافي كنديه ندوز ليه صافي، من كنكون معاه كيكون في شويه كيتبع الدواء شويه، من صافي كطيرو صافي كيشرب الدواء كامل، كيشربو في مره، في مره الدواء ما كيبقاش كيبقاش يعقل اشنو كيدير. السبب باش هضرت البشر وبنادم قرب شويه كيعلق عليك، اللهم كتستعمل المخدرات كتشرب داك الدواء كامل في دار بوحدها، علاش؟ باش تهنا من الصداع ديال بنادم. تصدق انا كنتقم مع راسي، كنبرد الغدي في راسي وكنخلي داك الانسان اللي غادي يهضر فيا بالخير او بالشر. المهم انا مليت هاد الحياه، نقص هاد الحياة العذاب، انا مليتها طلعت في راسي. يعني باش كتحس انت؟ يعني شنو الاعراض اللي عندك اللي كتحس بيهم؟ تحس بيه شنو المرض ديالك؟ كنحس براسي عيان، ما مرتاحش حتى حاجة، ما كنرتاح فيها خدمة، ما كنطول فيها بزاف د الحوايج. بغيت الناس تمشي للسبيطار ونتعالج، شي سبيطار مزيان غير مثلا راسي راهم كيخرجوا بنادم حمق، واخا هو بنادم عقلو يزيد يحمقو تماي. يعني خاصك الدواء يعالجوك و شي طبيب يعاونك. يعاونك الله يرحم لكم الوالدين، شي طبيب يعاونك. انا ضعيفه ما عنديش، وانا مرا كبيره وباه راجل كبير، وما بحالناش ما بحالناش، اغلبنا الحال 7 سنين ماشي سهله، غير مني ليه ما يعاون، كيعاونني حتى شي واحد مني ليه 7 سنين ماشي سهله. وانا مخليت حتى طب اللي ما مشيتش، ومن كيجبر لي يعاونني عليه كيشرب الدواء كامل، واخا عرفتي ملي كيشدو داك العصب المكتسب يقتلني وما يوعاش، كيعقلش شنو كيدير. يهرس لي المواعن، هرس لي الشراجم، هرس لي، ما كيخلي ما يدير ليا. كنهرب انا، تي كيجيو ولاد الجيران كربطوه بالسنسله والساروت، غير ولاد الجيران، وانا ما عنديش ليه، ما عنديش. كان عندي نصاب جبرتو ينعس ليا، انا ما كنطلب حتى حاجه، بغيتو غير يتصلح الصاب، غير يتصلح وينعس بشي طبيب ويتبعوا له الدواء ديالو. هادشي اللي انا كنتمنى منكم، كنتمنى من الله ومنكم تعاونوني عليه. الا تطلبوا دارت له يضربني ويضرب باه، كامورو ضرباتهم ضربني. ها اللي بعدا كاينه اللي دايم اللي منيه مهرسه ليا، هاي منيه مهرسه، هاي خطرتيو صوتني انا وباه على الجيران جاو كيجريو في الكول. اش نقول لك اسيدي؟ زعما هاد الحاله اللي فيها كنتمنى نموت حسن، الحاله اللي معذبه من جهته، من نعس الليل من نعس النهار كنبقى معاه، النعاس بعدا هي اللي مكيجيش بالليل، ما ينعش هو العذاب. يومين ما ينعش هو الليل، كنعس بالليل يعني. مرة ما ينعش بقى غادي جاي غادي جاي، مرة ليل ونهار. وشحال قدني نبقى حاضية ومرا كبيرة، شحال قدني انا نبقى حاضية مع بواه، انا وبواه بزاف عليا وليدي بزاف عليا. وكنطلب من الله، ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير تعاونوني عليه غير يتعالج وينعس ويتعالج. ما كنطلب انا حتى شي حاجه، ما كنطلبها غير يتعالج وينعس، فالطبيب يتبع الدواء ديالو مزيان
بحال لقى مني لي واخا نشري اش نشري دواء كيشربوا في مره في مره كيشربوا كامل. شحال قدني معاه بوحدي انا معاه بوه راجل كبير بزاف عليه ما عنديش اللي معاوني عليه ما عندوش خو كبير ويجي جالس معايا ما كايناش كاين عا هو طرطو ديما في السنسله في السنسله كاين الرفطه ديال السنسله رجليه مسكين وري رجلي وري راه كلهم طلع لي راه ورا لي البارح شوف هذه السنسله هذه شوف هانت السنسله والساروت